ان شاء الله صحة تقبلي عظامي، ان شاء الله صحة. شلون صرتي فوزية؟ الحمد لله، بس يا ريت تريحني من اسئلتك اللي ما إلها طعمة. بتعرفي اذا ضل راسك عم يوجعك بكره بدي اجيب الصيف يكبسك. شو عم تقول؟ بدك تخلي رجال غريب يحط ايده على راسي؟ لا فوزية، هذا رجال مبروك وايديه فيه البركة. ايه لا عيني، لا خلاص ان شاء الله بطيب لحاله. والله شي حلو بده يعني انكشف على رجال غريب. لك شو انت جنيت انت؟ طولي بالك طولي بالك. لك شو هالبركة تبلي عندي؟ فلا رجال اعمى بتقلي ما بنكشف على رجال غريب. بس طفلي خلي بركة الصيف تطير من بيتنا. شي لك شو عم تبربر؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.